طيب حل بصحاب ستة حتى هما مرحبا بهم حتى هما راه كانو يدوزو عطلة يلا أنا حبست لي كومنتير يلا كلشي بارطاج الإخوان كلشي بارطاج باش كلشي يستافد راه دابا وصلنا كما قلت لداكشي اللي خصي يتفهم مزيان وخصي كلشي ينتبه إذا قلنا حساب النهاية حساب النهاية هذا هو العنوان ديالنا ديال هاد الحصة حساب النهايات كالكول دي ليميت غنشرحو داكشي شوية بشوية حنا ما زربانين حيت اللي مهم هو أننا نفهمو اللي مهم عندنا هو أننا نفهمو حيت باقي في عطلة ما غاديش نزربو يلا ركز معايا ركز انت دابا ملي كتسمع النهايات ملي كتسمع النهايات اول حاجه خص تطيح لك على بالك انه ملي كيعطيك الاستاذ النهايه راه هادشي راه شفتوه في السيزيان في الاخر ديال العام تعرفتوا على كيفاش كتحسبوا بعض النهايات ملي كتعطى لك النهايه ضروري واجباري وبزز عليك خصك اول حاجه ديرها شنو هي هي دير التعويض المباشر النهايه راه بحال كتحسب الصوره غير هو بهذا المفهوم ما كنقولوش حساب الصوره بحال اللي كتحسب الصوره بحال اللي كتعوض دوك لي اللي كاينين في النهايات ومن بعد كتشوف النتيجه الى إيه عطاتك عدد راه صافي هذاك هو هذاك هو الجواب عطاتك شي حاجه هذاك هو الجواب ولكن بعض المرات بعض المرات ما كتعطيناش مباشره ملي كنديروا التعويض المباشر كتعطينا شي حاجه مخربقه هذه الحاجه اللي مخربقه هي اللي كنسميوها اشكال غير محدده بالفرنسيه كتسمى لي فورم ان ديتيرميني شكل غير محدد شنو معنيت شكل غير محدد زعما ما النتيجه ما عرفناش بالضبط كاينه بزاف ديال ديال بحال قلتي بزاف ديال الطرق في النتيجه صافي يعني ماشي حاجه بالضبط ماشي بحال مثلا الا حسبت النهايه ولقيت واحد صافي الجواب هو واحد ماشي بحال الا لقيت جوج الجواب هو جوج ماشي بحال الا لقيت بلس لانفيني الجواب هو بلس ولكن بعض المرات كنلقاو شي حوايج اخرين من غير هادو دابا اللي ذكرت هما اللي كيتسموا الاشكال غير محدده هادشي علاش غادي نتعرفوا على اشنا هما هاد الاشكال الغير محدده اللي كنلقاوهم في النهايات ملي كنديروا التعويض المباشر صافي يلا غادي نكتب عاوتاني واحد العنوان اول حاجه غادي نشوفوها اشكال غير محدده ما غاديش نزربو ما غاديش نزرب صافا الاخوان انا ما كنزربش باش كلشي يفهم حيت النهايات هم كل هما كلشي هما الباكالوريا اشكال غير محدده بالفرنسيه كن كنرمزو ليهم بسميتو ب اف اي -E يعني فورم انديتيرميني بلا ما نكتب كلها بالفرنسيه كنكتبو غير هكا اف فاصله او لا نقطه اي زعما لا فورم او لا فورم ان ديتيرميني يلا يعني نشوفوا هاد لي فورم ان ديتيرمين شنو هما غنسطر عليهم كاينين 8 ومن بعد غادي تعرفوا على شي حوايج جداد من بعد وحتى مورا البكالوريا غادي تعرفوا على اشكال غير محدده اخرى ولكن حنا دابا غادي غادي نتعرفوا غير على 8 تمليان. 8 الاشكال الغير محدده اللي عندك في الاول ديال العام وكنلخصوهم في اربعه يعني غادي ندير اربعه الاسهم ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه صافي يعني يلا كما قلنا شويه بشويه اللي مهم هو اننا نفهموا هذه النهايات كيفاش كنتعاملوا مع النهايات بسم الله نبداو بالشكل غير محدد الاولاني شنو هو الشكل غير محدد الاولاني اللي مشهور اكثر من دنيا باطمه صفر على صفر انت دابا راه كتحسب الليميت مباشره ولقيتي صفر على صفر هذه ماشي نتيجه منطقيه كنقولوا عليها شكل غير محدد فورما ديتيرميني صافي هذه ما عندهاش واحد النتيجه محدده زيد شكل اخر حتى هو مشهور لانفيني على لانفيني اشنو كنقصدو بلانفيني على لانفيني انت دابا ملي كتعطي لك شي نهايه كدير تعويض مباشر فيها الكسر كتلقى مثلا الفوق بلس لانفيني, لانفيني ولا تحت بلس لانفيني ولا بلس لانفيني على موان انفيني ولا موان لانفيني على موان على بلوس. يعني بلوس على بلوس ولا موان على بلس هذه راه كتجمع لي اربعه الحالات درناها في يعني بلس على بلس ولا بلس على موان المهم لانفيني على لانفيني هذه كتسمى شكل غير محدد مزيان كاين واحد شكل غير محدد اخر ثالث هادو راه خصك ضروري تعقل عليهم راه غادي نتعلموا الطريقه كيفاش كنتعاملوا مع النهايات دابا عقل غير على هاد الاشكال غير محدده حيت حشومه باش ما تعرفهمش الاخر الى لقينا زيرو في لانفيني سوا بلس ولا موان يا يعني كلكم كتعرفوا زيرو في لانفيني زيرو في بلس لانفيني شكل غير محدد زيرو في موان لانفيني شكل غير محدد هادي راه كتجمع لي جوج حالات كاين الحاله الاخيره الحاله الاخيره شنو هي الحاله الاخيره هي سيدي ملي كنلقى فيني مجموعة ليا مع بلوس لانفيني الجمع بيناتهم بحال إلا قلتي نقص واحد زائد واحد زيرو أولا نقص جوج زائد جوج صافي بهذا المفهوم يعني لا, لا, نهاية زائد لا نهاية الجمع بيناتهم هذه حتى هي كتسمى شكل غير محدد اذا هادو راه كيجمعوا ليا ثمانية الحالات ثمانية الحالات غير حنا لخصناهم يلاه غادي نسطر عليهم الاخوان الحالة الاولى كما قلنا وسكريني سكريني سكريني باش تعقل عليهم ها الحالة الثانية وها الحالة الثالثة دابا نعاود السؤال اولا نعاود واحد الفكرة منين كنجيبو هاد الأشكال الغير محددة من اللي كيعطينا كي الأستاذ ولا في الفرد ولا في الوطني ولا في الكونكور من اللي كيعطوك كي شي نهاية وكدير التعويض المباشر حيت أول حاجة خصك ديرها هي تعوض ديريكت عاد إلا إيه لقيتي وحدة من هادو عاد كنديرو شي طرق حيت شي واحد الله يهديهم كيمشيو كيدور شي طرق ديريكت بلا ما يعرف بعدا واش عطاتو شكل غير محدد راه يقدر النهايه تعطيك شي حاجه من غير هادو الا عطاتني جوج صافي نحبس عطاتني ستة نحبس عطاتني مليون نحبس عطاتني بلس لانفيني نحبس عطاتني موان لانفيني نحبس ولكن الا عطاتني وحده من هادو خصني ندير شي طريقه وهادشي اللي غادي نتعلمو ليه يلا اللي فهم التقاشر هذا ايطابي سي سانك سانك وأنت انتبه اشنو قلنا قلنا النهايات هما كل شيء في البكالوريا أبقى عاوتاني تيحط لك الاستاذ الفرد ولا في الوضع أضحك اه كاين اللي ما تسوق دابا فرصه فرصه رائعه إذا إيه بديتي من البدايه ديال العام يا سلام الوطني غتزرب عليه صافي يلا غادي نحيد حيد حيد بالك ايلي ايلي اه, أه دابا غادي نمشيو لواحد الفكره واحد الفكره اخرى اشنا هي هاد الفكره الاخرى بلاتي 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 كانت صادفوا معا في النهايه وشحال من واحد كيلقى فيها مشكل والمشكله انها سهله هذا مشكل كيلقى فيها مشكل والمشكل الاخر انها سهله حاجه سهله ولكن كتشكل الخطوره نأخذ شي لون شي لون شي لون مثلا الازرق نيت يلا زيد سيدي الازرق ركز معايا ركزوا معايا ها هي اللعبه اللي بغيت نعطيكم بعض المرات كنحسبوا النهايات ياك كتكون عندك جذر جذر اش اكس على بويسونس دو هذيك هو 2 كتكون الوسط ديال ديال الجذر مربع إيه الا بغيت نحيد هذا الجذر راه ما كتساويش اكس راه كتساوي القيمه المطلقه ديال اكس عقل عليها مزيان عقل عقل عليها مزيان اوكي عقل عليها مزيان نعاود كاين الفرق بين شحال من واحد ما عرفش هادشي كاين فرق بين هادي وكاين الفرق بين هذه كاين الفرق بيناتهم هاد الاولانيه كتساوي اكس ما عندي ما ندير بالقيمه المطلقه حيت داك اس 2 كاين على برا يعني اكس راه اصلا موجب حيت كاين الداخل ديال الجذر ولكن هنا راه اكس قدر يكون يقدر يكون سالب يقدر يكون سالب يقدر يكون موجب الا كان سالب راه غادي نرجعوا اس 2 موجب يعني من حقي نديروا الوسط ديال الجذر داك الشيء علاش كتساوي هادي سكريني هاد, هاد الورقه هاد الورقه هادي اللي اللي بالصفر سكرينيها واي حاجه اصلا درناها في هذا الحصه خصك تعقل عليها حيت دابا راه فرصه كنشرح شويه بشويه مزيان ولكن حنا دابا هادشي كنحتاجوه في النهايه كتصادف معاه في النهايه خصنا نحيدوا القيمه المطلقه كيفاش غادي نحيدوا ديك القيمه المطلقه عندنا جوج حالات جوج حالات اللي عندنا ها هما ارى لي داك لاجو الحاله الاولى ملي كنحسب عند بلس لانفيني والحاله الثانيه ملي كنحسب عند موان لانفيني زيد اخويا الا كنحسب عند بلس لانفيني اشنو غادي تعطيك سي نورمال غادي تعطيك شنو غادي تعطيك اكس يعني نحيدو القيمه المطلقه عادي ولكن ملي كنحسب عند موال الفيني هاد القيمه المطلقه انت راه ما كديرش كاع القيمه المطلقه من هنا ديريكت لهنا هاد القيمه المطلقه كتحيد ولكن كنضربوها في ناقص عقل مزيان على هادشي اللي كنكتب حيت غادي نحتاجوه في النهايه غادي نفكرك غنقول لك ودير هادي دارتها في القواعد صافا الاخوان علاش بالضبط كنديرو اكس حيت اكس موجب ملي كيكون غادي عند بلس ألفين سي نورمال المنطق راه باين الا كان إذا إيه كان اكس غادي عند موال انفيني اكس تونفيغ موال انفيني بمعنى اكس سالب يعني ملي غادي تحيد القيمه المطلقه خصك ضرب فواحد واحد ناقص صافي هادشي كاين بلاتي نسطرو عليها باش تبان فين هو داك اللون الاخضر عرفت كاع فين درت اي ها هو كاينين جوج حالات باش تحيد ديك القيمه المطلقه انت راك كتعرف واش كتحسب عند بلوس ولا عند موال اللي فهم هاد اللعيبه ايطابي سانك سانك باش نعطيكم حاجه اخيره ونبداو على بركة الله في الأمثلة والتعلم ديال حساب النهايات. تبارك الله عليكم، والله إلا برافو. ملي فهمتوا هذا الشيء دابا اللي درنا برافو حنا غاديين كما قلت شويه بشويه شويه بشويه بقاو لينا سيدي بعض القواعد بعض القواعد حتى هما راه مهمين بلاتي نكتب واحد العنوان اولا ندير واحد الشرط. واحد الشرط شوفوا معايا واحد الشرط سوا سوا ا appartient à R شنو؟ étoile plus اشنو كن انا شنو كنقصدو باغ ايطوال بلس باش نعرفوها فوق الرياضيات الرياضيه يعرفوها هي المجال زيرو مفتوح بلس لانفيني بمعنى هذا العدد ا آه مالو موجب قطعا معبره يساوي زيرو يعني موجب قطعا ليكون صافي قلت ليكون لي ا آه كينتمي كي لذاك ذاك المجال أه مزيان سيدي مزيان مزيان هذا شرط اساسي ها هو راني غنسطر عليه عاوتاني باش يبان انت كما قلنا ملي كنديرو التعويض المباشر يا اما كنلقاو نتائج منطقيه بحال واحد 6 مليون 10 بلس 1000000 يا اما كنلقاو اشكال غير محدده هذا هاد هاد هادو اللي قدامكم يا اما كنلقاو واحد النوع اخر من النتائج هو اللي غادي نكتبوه في هذا التحت اشنو هو هذا النوع اخر من النتائج ركز معايا يلاه ركزوا معايا كاملين الحاله الاولى ملي كنلقى عدد ا على 0 بلس ممكن انت دابا ملي كتكون عندك شي نهايه فيها البسط والمقام الفوق كيعطيك عدد والتحت كيعطيك زيرو بلس شحال غادي تساوي هادي هادي كتساوي شحال كتساوي بلس لانفيني هادي راه درتوها في السيزيام ولكن حنا دابا درنا ليها التذكير مزيان هادشي راه بالتعويض المباشر حيت وحدين كيحسب بهم الشكل غير محدد ها هما الاشكال غير محدده لقيت اسيدي عدد على زيرو موان قلنا ا موجب يعني عدد موجب على زيرو موان شحال كتساوي كتساوي موان انفيني المنطق هو بحال لك كتاخذ الاشاره ديال فوق وكتضربها في الاشاره ديال تحت كتعطيك يا اما موان يا اما بلس هادو ديما كيعطيو كلان فين زيد اخويا زيد كاينه الحاله الثالثه الا إيه مثلا عندك عدد سالب على زيرو بلس شحال كتساوي دابا راه باين ناقص في زائد هي ناقص اخر حاله ملي كتكون عندك ملي كيكون عندك عدد سالب على زيرو موان شحال كتساوي كتساوي بلس لانفيني بحال الا كنديرو الضرب ديال الاشارات عقلوا على هادو ضروري على اي واحد فيكم يعقل عليهم الاخوان والاخوان عقلوا عقلوا عقل عقل على هاد التقاشر هذا باش ما تندبش يلا اللي فهم ايطابي بي 5 5 حنا درنا بعض القواعد اللي اساسيه وغادي نزيدكم باقي واحد الفكره ونبداو في التمارين طبيعه الحال يلا اللي فهم ايطابي بي 5 5 والسكرين راه غنحيد الورقه هذه اصلا خصك تخرج عند مول غير خودها سير عند مول السيبر قول راه من طرف هضر دو يخرج لك فابور. صافي واضح بقات لي واحد الفكره غادي نعطيها لكم غير انا آه. غير انا غنكتبها لكم غير انا غير انا شوف معايا هذه عندك جوج حالات اول حاله وحده ولكن انا غندير فيها جوج حالات شنو هي ملي كتكون عندك ا آه على بلس شنو كان انفيني شنو كنقصد شنو كنقصد بالدارجه كنقصد عدد على الانفيني هذه دائما كتعطيك زيرو عندك شي واحد يقول لي بلس ولا موان. هادو راه على زيرو بلوس على زيرو موان ولكن دابا لا عدد على لانفيني شحال كتعطيك زيرو ديما واخا تكون زيرو راه زيرو حتى هو راه عدد بحالو بحال خوتو حتى هي كتعطيك زيرو انا غير فرقتها زعما باش تفهمو انه حتى زيرو على لانفيني حيت وحدي. شي وحدين شي وحدين كيحسبهم واش زيرو على لانفيني شكل غير محدد حشومه واش كاين هنا واش كاين هنا عدد على لانفيني شكل غير محدد لا ها هما الاشكال غير محدده اربعه الحالات اللي عندي واخا هما ثمانيه صافي وهادو كنلقاهم في التعويض المباشر وهذه قلت لكم عقلوا عليها حيت غادي نحتاجوها راه كتلقاوها في الوطني كتلقاوها في لي كونكور كتلقاوها في الفرد الفرد الاول بعدا غير تعولوا عليه عامر بالنهايه راه قلت لك الا فهمتي النهايه في هذه الحصص المباشره خصك تبقى تنوض للسبوره وتبان على الاصدقاء ديالك في القسم يا سلام حيت الدرس الاول سميتو النهايات والاتصال راه هو اللي كنديروه دابا يلا اللي فهم عاوتاني هاد اللعيبه يطبي سانك سانك حنا كما قلنا علاش كنسولكم لكم باش نمشيو شويه بشويه ما نزربوش صافي كلشي واضح يلا عطونا سانك باش نمشي مباشره للقواعد الاخرين مازر بانين مازر بانين ما زربانين ما زربانين باقي فوطه واصلا اصلا ما غاديش ما غادي تبداو حتى نهار 9 نهار 9 ان شاء الله في 9 9 9 غادي تكون الانطلاقه الرسميه في المؤسسات ديالكم وفي داك الشهر ديال شهر 9 غادي ديروا الروائز يعني بحال قلتي الدروس ما يبداو حتى الاخر ديال شهر 9 حتى 10 كما القاعده في البدايه ديال العام كديروا الروائز ولكن آه الى فهمتي فهاد الحصص هاد الشيء اللي كنديرو راه غايبان الدرس الاول وداك الشيء اللي كيدير الاستاذ كيبان لك ساهل وكتفاعل معاه وكتجاوب وكت وكتخدم يا ودي جمعي شطيطك ما هنا ميلاد تيش هنا حياتا يلا سد ركزوا على النهايات راه كنعاود نقولها راه هادشي مسجل باش من بعد نقول لك علاش كنقول لك ركز على النهايات الناس اللي طالعين البكالوريا من الناس اللي القدام زعما الناس ديال 2024 والناس اللي ناجحين وكذا اي لا عندك شي صاحبك قول سولو سولو قول لي اشنو هي الحاجه المهمه في البدايه ديال العام شنو غادي يقول لك النهايات ثم النهايات ثم النهايات خصك ضروري تضبطهم اوكي دابا كاينين انواع ديال النهايات لي ليميت كاينين كاينين بزاف ديال الانواع كلهم غادي نشوفوهم كلهم غادي تعرف الطريقه ديالهم ولكن واحد النوع اللي كيخلع علينا التلم ديالنا شنو هو هو حساب نهايه الدول المثلثيه ياك يعني عقلتوا على الدول المثلثيه بالفرنسيه كيتسموا أه... لي فونكسيون تريغونوميتريك لي فونكسيون تريغونوميتريك درتهم في السانكيام ودرتهم في السيزيام ماشي النهايه في السانكيام لا زعما الدول المثلثيه السينوس والكوس والطونجونت هادو عندك عقده فيهم غادي تفهمهم دابا حيت غادي نشرح داكشي باللي ديتاي غادي نتهناو من هادو ديال السينيسور كونستور والطنجونط غادي يبانو لك ساهلين صافي القواعد ديالهم كلشي عاد غادي نمشيو للانواع اخرين بحال الدوال الجذريه الدوال اللي فيهم الكاسر الدوال اللي ما فيهمش الكاسر الدوال اللي فيهم الجاذر الدوال اللي فيهم المرافق داكشي كامل غييتشرح في هذه الحصص المباشره ولكن حيدوا بعدا هذه اللي فيها اللي عندنا فيها عقده عند بعض التلاميذ يلا نكتب واحد العنوان ولكن الشرط هو انك تركز معايا ماشي تركز ركز نهاية الدوال المثلثية نهايات الدوال المثلثية بلا ما نكتب بالفرنسيه آه ليميت دي فونكسيون تريغونومتريك غنكتب ديريكت شنو هما هاد لي فونكسيون تريغونومتريك هما الكوس او لا السينوس سينوس كوس او طونجونت هاد مساخيت الوالدين كيخلعو علينا الوليدات ديالنا خصوصا ملي دي. كيحط لهم هادشي الاستاذ في الفرض أولا كيلقاو في لي كونكور كيتخلع المسكين كيتخلع بلاتي بلاتي غنشوفو بابهم مالهم سطر لي على التقاشر غنعطيك القواعد غنعطيك القواعد هما لا باز ديال هاد النهايات وما تخافش غادي تفهم ركز معاهم نديرو القواعد وقيل راه درتهم في السيزيام اصلا هاد دا القواعد دابا غادي نعطيك درتهم ديجا في السيزيام عفاكم درتهم ديجا في السيزيام يلا نبداو باول قاعده شفتوها مع الاستاذ ديالكم في السيزيام نفترض سيدي ما شفتيهاش غير انت معايا شنو هي القاعده الاولى ملي كتكون عندك الليميت اكس طون فير زيرو ديالاش ديال السينوس دو اكس على اكس شحال كتساوي هادي سي نورمال كتساوي واحد وعندها البور هان ديالها اللي غادي نعطيكم من بعد كنديرها بواحد الطريقه كتسمى نومبر ديريفي او لا العدد المشتق او لا ديفلوبمون ليميتي واخا ما قريتهاش في البكالوريا المهم عندنا البور ديالها ولكن انت كقاعده كتعطى لك كتخدم بها ديريكت هذه كتساوي واحد صافي القاعده رقم جوج ليميت انت معايا اكس طون فير زيرو ماشي شي حاجه اخرى طونجونت دو اكس على اكس شحال كتساوي حتى هي كتساوي واحد حتى هي كتساوي واحد ها القاعده رقم جوج بقات لي قاعده رقم ثلاثة مشهور حتى هي في الرياضيات شنو هي ليميت اكس تونفير زيرو ديال واحد ناقص كوس دو اكس على اكس اس 2 كتساوي واحد على اكس هادو الا عقلت عليهم ما غاديش تلقى باقي مشكل حيت صافي راه ديما كتحاول تعدل النهايات كما غادي نشوفوا في الامثله راه غادي نخدموا بزاف ديال الامثله حيت هذه الحصه غادي نخصصوها لهادو ديال الدول المثلثيه اه بلاتي نزيد قواعد اخرين هادو غادي تخرج منهم قواعد اخرين صافي الاخوان هذه كتساوي واحد هذه كتساوي واحد هذه كتساوي واحد على جوج باينين باينين هادو تعطاو ما دير لهم لا برهان لا والو الاستاذ الا بغى يدير لك البرهان راه ممكن ديرها بالعدد المشتق نديروها من, من بعد حيت الاغلبيه ما غاديش يفهم العدد المشتق زيد اخويا ناخذ شي لون اخر باش يكونوا مختلفين راه نفس القواعد شنو غندير اشنو بغيت نوصل لكم بغيت نوصل لكم واحد الفكره انه واخا تكون واخا تكون اكس على السينس راه كتبقى نفس النتيجه علاش شنو هو شنو هو التفسير ديالها هنا الا تقلب حتى النتيجه غتقلب بحال قلتي واحد على واحد اللي كتساوي واحد يعني ماشي مشكل الا تقلبات ماشي مشكل حيت بعض المرات كنتصادفوا مع مع النهايه في هاد 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 الوضعيه هادي يعني حتى هي راه واحد نفس الشيء بالنسبه للاخرى راه صافي دابا راه كلكم عارفين شنو كاين زيرو اكس على التونجونت شحال غتساوي هي هذيك المجتهد كتساوي حتى هي واحد ولكن ولكن غادي تعطيوني في لي كومونتير نتوما غادي نخليكم نتوما تعطيوني في لي كومونتير الا قلبنا الا جاب الله قلبنا هذه او لا تصادفنا مع هذه مقلوبه شحال غادي تساوي في النظر ديالكم يلا عطيونا المشاهدين في الكومنتات زيد نشوف واش مت... تبعتو معايا ولا والو زيد 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 نشوف شحال جوج برافو بارك الله عليك علاش أه حيت بو... جوج على علو... واحد الى قلبتيها غتولي جوج على واحد ولكن ما كنكتبوش جوج على واحد باش ما تبانش هرقاوي كتب جوج ما تبينش داك واحد في القصر صافي هادو هادو هما اللي كاينين كاينين شي وحدين اخرين دائما من هادو نيت هادوك الاولين حيت ال... حيت الخاصيات هما هاد الثلاثه الاولين غير زعما كنخرجوا منهم هادو باش انت ما تلفش في التمارين او ملي كيعطيك الاستاذ شي حاجه ناخذ عاوتاني شي لون بحال هاش أه بلاتي نختار شي لون نختار هذا نيت وقيله نختارو هذا كاينين واحد ثلاثه اخرين شنو هما ركز معايا هافك ليميت اكستونفير زيرو ديالاش سينوس ا اكس على ا اكس اشنو درت حتى هي كتساوي واحد اشنو درت الا ضربتي هاد اكس في عدد وضربتي حتى هاد اكس في نفس العدد راه كتساوي حتى هي واحد نفس بحال مثلا هنا جوج اكس على جوج اكس كتساوي هذا الشرط هو يكون هذا الشيء اللي الداخل ديال السيميس كيتشابه ليا مع داك الشيء اللي الداخل ديال ديال المقام اوكي ها آه هي راه قدامكم باينه يعني ما كتبدلش النتيجه نفس هذا الشيء بالنسبه للاخرى عادي ملي كنضربو داك اكس ها هو طونجونت على ا اكس شحال غادي تساوي حتى هي غادي تساوي علاش حيت ضربنا ضربنا اكس في في ا اذا حتى هاد اكس ملي ضربناه في ا ما كتبدلش النتيجه نفس الشيء بالنسبه لهادي هذيك الثالثه سكريني سكريني وسير ديريكت عند مول السيبر قول خرج لك هاد القواعد قول يا سيدي خرج لي هادو بغيت نحطهم حدايا وقت ما كنخدم التمارين حتى داك اكس الا ضربتيه في ا وهاد اكس هذا حتى هو ضربته في ا ولكن يكون كلشي مرفوع ب اوس ان شاء الله غادي تساوي غتبقى غا نفس النتيجه ودابا راه حشمت حشمت ندير لكم الوضعيه الاخرى نقلبهم مثلا ا اكس على سينوس ا اكس حتى هي كتساوي واحد ا اكس على طونجونت ا اكس حتى هي كتساوي واحد هذه الا قلبنا غادي تساوي جوج يعني ما حتى اصلا ما عنديش البلاصه فين نكتبهم المهم نتوما الا تصادفت مع مثلا في الفرض او اللي في التمارين غادي نديرو بعدا قليل الا تصادفت مع هذا الشيء هذا باش ما نكتبو باش ما نعاودش نكتبو مع فاكم. الا تصرت مثلا ا اكس على السينوس ا اكس حتى هي راه كتساوي يعني قلبتي حتى هنا ا اكس على طونجونت ا اكس حتى هي كتساوي ولكن هذه لا ا اكس اوس 2 واحد ناقص كوس ا اكس هذه كتساوي جوج المهم راه ما درتش الليميت هذا غير وسخ واللي فهم ايطاب 55 على بركه الله نبداو باول مثال في هذه السنه الدراسيه باك 2025 يلا لي فامي ايطاب 55 سكريني وطاقين ندوزكم من بعد الحصه حيد عليا حيد عليا حيد عليا اشنو دا اشنو باش بدينا الاخوان لاباز ديال النهايات هما هادشي اللي كتبت في هاد الورقه ياك وهذا الشيء اللي كتبت في هذه الورقه حيت غادي نبداو باول حاجه النهايه ديال الدوال المثلثيه وعلى بركه الله غادي نبداو باول مثال اول مثال ركز معايا اول مثال هو داك الاحمر ورا نديرو تمرين أمرين. السؤال بين هو احسب احسب باش ما نبقاش نعاود نفس السؤال صافي في الامثله الفرين ما نكتب احسب المهم كالكولي نهاية اللي غيجيو دابا يلا نبداو بالنهايه الاولى عفاكم غادي نبدا بالنهايه الاولى شنو هي النهايه الاولى هي هذه ليميت بسم الله بسم الله هذا غادي تلقاها اصلا في الفرض اكس تونفير زيرو سينوس ثلاثة اكس على طونجون ثلاثة اكس او خمسة اكس هذا اول مثال هو راه كيبان صعيب للناس اللي ما فهموش ولكن الناس اللي فهموا غادي يبان لهم احمد مثال هو فعلا احمد مثال ولكن حنا غادي نشرحوا شويه بشويه حيت خصنا نمشيو بالخطوات دابا شنو غادي, الدير؟ غادي الدير دير غادي دير التعويض المباشر الا درت التعويض المباشر سينيس ديال زيرو كتعطيك زيرو طونجون ديال زيرو كتعطيك زيرو حنا لقينا شكل غير محمد زيرو على زيرو فورمان ديتيرمين اذا ما من نقول ليه راه النتيجه كتساوي زارو على زيرو هذيك ماشي نتيجه هذيك كتسمى فورمال يعني انت خصك ما تحبسش دير شي طريقه اشنا هي الطريقه اللي غادي ندير غادي نتفكر هاد القواعد هادو اللي درت هادو فين هما بالضبط عندي عدد في اكس يعني هادو اللي تحتانيين هادو التحتانيين هما اللي غادي نخدم عليهم مثلا هاد السينيس اشنو خاصها في المقام ديالها باش تعطيك واحد خاصها ا اكس بمعنى خصنا نقسموها على 3 اكس هاد الطونجونت اشنو خاصها باش تعطيك واحد خاصها في الفوق خمسة اكس راه قلت لكم ديك الساعه فين هي ديك الورقه قلت لكم ديك الساعه راه واخا تقلب ا اكس على طونجونط ا اكس يعني في الفوق ديالها خاص تكون خمسة اكس ايوا راه هادشي اللي غادي ندير غادي نعدلو عليها غادي نعدلو عليها لدينا اون يلا بسم الله هذيك الليميت نعدلو عليها سيدي كل حاجه نعطيها حقها بحال مثلا هاد السينس هاد السينس هادي اشنو خاصها في المقام خاصها 3 اكس اذا انا غادي نزيد ديك 3 اكس غادي نقسمها على 3 اكس ها ولكن واحد 3 اكس خصنا نضربوها في الفوق علاش حيت في الرياضيات ملي كتقسم خصك تضرب الفوق على نفس نفس الحاجه نخليها حتى من بعد هاد الطونجونت اشنو خاصها في الفوق ديالها ها هي راه كاينه في المقام كاينه في المقام ولكن الفوق ديالها خاصها خمسة اكس ها آه هي غادي نكتبها بهذا اللون هادي كتساوي واحد وهادي كتساوي واحد ولكن هذا راه ماشي جواب نهائي لا بلاتي نوريكم شنو غادي ندير ياك قسمت على 3 اكس دير في الفوق 3 اكس ياك ضربت هنا في 5 اكس دير في المقام 5 اكس علاش علاش باش هذه مع هذه تختزل مع فته وهذه اللي بالاحمر غتختزل مع فته ويبقى لك هذا الشيء شي وحدين غادي يقول لك واه ديك التانجونت جريتيها ما تجريتيها اي فهمت فهمت هذه الاسئله هذو راه سي نورمال طبيعي تطرحهم طبيعي جدا مثلا مثلا انا عندي ا على بي ا على بي راه من حقي هذيك أنقسمها قسمها على شي حاجه وبي حتى هي نديها لهيه نقسمها على او ولا شي حاجه بحال هكا يعني الا دخلت شي حاجه بينتهم كتجرد ديك بي المهم هو يكون الضرب بيناتهم يكون الضرب بحال مثلا الا خبيت هادو كاملين اللي زدت بالاحمر ولا الاخضر غتبقى لك السينيس على الطونجون عادي راه الضرب كتجر السينيس جرها جرها شويه باش تحط باش تحط هنا 3 اكس صافي داكشي اللي كاين باقي عندي شكل غير محدد باقي عندي شكل غير محدد اشنو هو الشكل غير محدد 3 اكس على 5 اكس هادي كتساوي واحد هادي كتساوي واحد حسب الخاصية ولكن هادي كتساوي زيرو على زيرو إذا شكل غير محدد أشنو غادي ندير غادي نختزل إكس غتختزل ليا مع إكس غتبقى ليا الليميت إلى لاحظتو الإخوان كنشرح شوية بشوية مبغيتش نزرب حتى من بعد حتى تفهمو الأساسيات ديال ديال النهاية ديك الساعة نبقاو نزربو زيد أخويا خمسة إكس على طونجونت ملي كيكون عندك شي اختزال اختزل نضرب في ثلاثة على خمسة يلا نشوفو النتيجة النهائية النتيجة النهائية بسم الله هذه ما تقولش لي ما عرفتيهاش راه كتساوي واحد سير شوف القواعد هذه ما تقولش لي ما هادي خمسة إكس حتى يرى بين القواعد إوا شنو لك غتبقى لك ثلاثه على خمسة رحنا لقينا يلا اللي فهمت الاخوان اي طابي 5 هذا المثال رقم واحد غير من خلال هذا المثال غتبان لك الفكره غير من خلال هذا المثال هذا غادي تبان الفكره واخا سيدي ندير واحد المثال اسهل من هذا ندير واحد المثال سهل كاع من هذا باش باش ترسخ لينا ديك ال... ديك الفكره في الدماغ ديالنا مزيان المهم راه السؤال هو دائما احسب باش ما نبقاوش نعاودوا كل مره احسب احسب احسب, أحسب. وحسب النهاية التالية ليميت إكس طونفير زيرو سينيس أربعة إكس علاش على إكس ديرو هاد المثال هو راه ساهل فعلا فعلا متافق معاك ساهل غير شي وحدين اللي ما غاديش يفهمو داكشي اللي درت في الاول واش هادي قاعده لا واخا كاينه واحد الحاله خاصه المهم هذه من بين القواعد دابا اللي درنا خاصني نضرب هذا اكس هذا في شحال خاصني نضربو في أربعة باش يكون كيتشبه ليا مع داك الداخل ديال السينوس باش نقول راه كتساوي واحد حيت ما منحقيش هادي نقول عليها واحد لا ها هي القاعده خاص هذاك الداخل يكون كيتشبه ليا مع المقام اذا غادي ندير الخطوه اللي غادي نديرها لدينا لدينا اون ونحسب على خاطري سير اخويا حسب شكون حسبك ليميت اكس طونفير زيرو سينوس اربعة اكس علاش على اكس قلنا غادي نضرب في اربعة ولكن في الرياضيات راه خصك تضرب حتى الفوق في اربعة ضروري خصك تضرب الفوق في اربعة ضربتي خصك تقسم اذا شحال غادي تساوي شحال غادي تساوي أربعة علاش علاش غادي تساوي أربعة حيت هادشي هذا اللي عندي هنا كيساوي واحد شكون قالها ليك الخاصية ديال الدرس هي اللي قالت لك اودي راه كتساوي واحد اذا إيه سي نورمال واحد في 4 راه كتساوي 4 يلا اللي فهم الفكره دابا عفاكم الناس اللي ما فهموش المثال الاولاني الفكره ديال المثال الاولاني يطبي 5 5 يلا يلا بالزربه بالزربه زيد 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 ندوزو لحوايج اخرين داكشي علاش قلت لك اودي سير عند مول السيبر خرج هاد الورقه باش تبقى تحطها قدامك وقت ما بانت لك شي نهايه عطاها لك الاستاذه ولا في شي تمرينه ولا في شي سلسله ولا في شي فرض عطاك الاستاذ هادشي ديال القوس ولا السينوس هادو راه بزز عليك خصك تعرفهم ضروري باش كتعرف شنو شنو خاصك في المقام شنو خاصك لتحت ديال السينوس ديال الكوس وهكذا صافي واضح مزيان ندوزو دابا للمثال الاخر شويه بشويه دائما الشعر ديالنا في البدايه ديال العام شويه بشويه عاد من بعد راه غادي نرفعوا النيفو حيت هادشي خص يكون عندك عاوتاني بحال واحد زائد واحد ندوز سيدي للمثال الاخر مثال اخر غنخلي لكم فرصه تعطوني شحال كتساوي هاد الليميت اللي بغى يجاوب على شكل رساله صوتيه ولكن نصف دقيقه بمعنى 30 ثانيه اكستون فيغ زيرو يلا فكر فكر قبل ما نكتب سينس على سينس أو سيتنان خمسة إكس شكون غادي يعطينا شحال كتساوي هاد الليميت يلا المشتهدين اللي بغي يجاوب على شكل رسالة صوتية غادي ندوز ثلاثة ولا ولا جوج باش ما نضيعوش الوقت ها باش نشوف واش غتستعملوا الدماغ ديالكم ولا والو ما تخلاش ما تخلاش نفس الفكرة اشنو غادي دير غادي تحط هاد الخاصية هادو قدامك وتخدم وبالضبط غادي تعرف واش غادي تحتاج هاد الاولانيين ولا هادو اللي مقلوبين ولا هادو اللي فيهم عدد مضروب حتى هادو اللي فيهم عدد مضروب راه قلت لكم حتى الا تقلبوا راه ماشي مشكل حتى الا تقلبوا مثلا الا كانت ا اكس على سينوس ا اكس راه نفس النتيجه طون ا اكس على طونجونت ا اكس نفس النتيجه ها هي هذه عاوتاني الا تقلبت كتولي جوج يلا الاخوان شكون غادي يعطينا الجواب ديال هاد الليميت زيد 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 الرسالة الأولى السلام عليكم أستاذ ماما ديك ليميت كتساوي واحد على خمسة واحدة ليش؟ السلام عليكم أستاذ ماما ديك ليميت كتساوي واحد على خمسة كوزينتك أوكي. <applause> خمسة. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله وزيدها برك عارف زعما راه جواب مية في المية صحيح يلا ندوز باش نضيعوش الوقت الإخوان عفاكم انتبهوا انتبهوا كيفاش لقيتو ديك واحدة على خمسة الله يعلم الأغلبية كيقول واحدة على خمسة ما فهمتش ما فهمتش أنا راه مازال ما حسبتها غير قلت أنا غير شفت بالعين مجرد وصافي بنت ليا ماشي واحدة على خمسة ماشي زيرو ماشي زيرو لا لا غير يعني غير بالعين مجرد انا عرفت واش ما غاديش تعطيك زيرو ما غاديش تعطيك واحدة على خمسة يلا ركزوا معايا كاملين الله يرحم جدكم السبع عشر ركزوا معايا ركزوا معايا كاملين لدينا لدينا نديرو عاوتاني شويه بشويه هذيك بيت ليسميها عندك اسيدي الليميت اكس طونفيغ زيرو اوكي هاد اكس اولا هاد السينيس هذا اشنو خاصو في المقام خاصو اكس ياك بعدا يعني خاصو اكس في المقام ولكن ولكن ملي غادي نضرب في اكس اولا ملي غادي نقسم على اكس خصني حتى الفوق نضرب في اكس عادي جدا اذا غادي تكون عندي اكس نبداو بهذا السينوس بعدا اللي اللي باين في الخاصيه هذا السينوس خاصو اكس في المقام هذا السينوس اس غادي نخليه في هذه البلاصه بحال قلتي جريتيه راه قلت لكم سابقا راه ما حقك جر السينوس ولا الكوس المهم غير خص يكون يبقى الضرب بينتهم بحال انا مثلا الضرب بيناتهم ماشي الجمع هذا اكس دابا اللي زدتو خاصني نديرو في شي بلاصه الفوق يا اما هنا يا اما حدا هاد اكس المهم الا درتي حدا هاد اكس راه غدير هنا واحد لا الا جرتي شي حاجه بحال هكا مثلا هاد البدي ديال العام خصنا نتعلموا لهاد الامور بحال هكا الا بغيت نخلي هاد ا آه بوحده و ب هنا راه كنديروا هنا واحد ولكن ملي قسمتي مثلا على او راه كد... كدير هنا او بحال ما درتي والو اوكي قلنا زدنا هاد اكس وهاد اكس هادي خاصيه كتساوي واحد باينه ولكن هذه ماشي خاصيه علاش حيت عندك هنا اوس 2 وعندك هنا 5 اكس اذا خصني باقي ندير عليها شي تعديلات اشنو هما التعديلات اللي غادي ندير هاد اكس هذا اللي حدا السينوس غادي نجرو ونضربوه في هذاك اكس اللي من لهيه علاش غنقول لك علاش دابا نقول لك علاش الا ضربنا اكس X في اكس شنو غادي تعطيك غادي تعطيك اكس اوس صافي في في داك الاخر اوك اسيدي ما تنساش لتحت عندك سينوس اوس عندك اوس من حقين لبس لهم واحد اوس فين درتو هذا العجب درتو في 9 9 و 8 قال لكم الاستاذ راه عندك ا اوس ان على ل ب اس ان شحال كتساوي كتساوي ا على ب الكل اس ان هذه خوك الصغير اللي كيقرا في الابتدائي راه كيعرفها اذا عندي الفوق اس 2 وعندي لتحت تحتو اس 2 هاهم غادي نجمعهم في واحد اس 2 وغادي نقول لك عاوتاني علاش حيت دابا ما يمكن هذه عرفت بأن كتساوي واحد ولكن هذه ما يمكنش ليا نعتبرها خاصيه خاصني باقي نقدها نزيد السينوس على اكس وهذوك الاخرين قلنا باننا غادي نجمعهم فواحد القوس غادي تعطيك سي اكس على سينوس 5 اكس ها آه، حنا كنقربوا ها حنا كنقربوا هاد اكس على سينوس 5 اكس كندويو على هاد هاد الوضعيه يعني خص يكون عندي داكشي اللي داخل ديال السينوس كيتشبه ليا مع داكشي اللي اللي حدا لي... السينوس واخا تقلبات واخا تقلباتها أ إكس خصها تقسم على سينوس إكس إذا عندي خمسة إكس إذا الفوق غادي نضربو في خمسة باش يتشابه ليا مع داكشي اللي ديال ولكن لتحت خصني نقسم على خمسة ما ما والو ضربت في خمسة وقسمت على خمسة علاش باش تكون عندي إكس على سينوس أ إكس شحال كتساوي خمسة إكس على سينوس خمسة إكس كتساوي واحد حيت خاصية في الدرس وشحال كتساوي سينوس دو إكس على إكس كتساوي واحد خاصية في الدرس إذا شحال غادي يبقى غادي تبقى سيدي. خمسة أو واحد على خمسة أو اثنان إذا كل اللي قالوا واحد على خمسة جبتو زارو زيرو في الفرد كتساوي واحد على خمسة وعشرين غادي نفسر أكثر بلاتي هادي كتساوي واحد متقولش لي علاش بيناتهم ضرب واحد في الدار مكيهناش هادي هادي اللي عليها كتساوي حتى هي واحد شنو غادي يبقى لك واحد على خمسة حيت هاد في المقام إذا بحال قلتي واحد على خمسة واحد على خمسة ديرها في الآلة الحاسبة كتعطيك خمسة وعشرين اللي فهم إيطابي سانك 5 علاش قلت لكم فيهم ماشي صعاب ولكن غير خصك تفهم تقنية ديالهم خصك تفهم هاد القواعد داكشي علاش بديت بهم باش نتهناو منهم عاد ندوزو لداكشي ديال الأنواع الآخرين بحال مثلا دول الحدودية بولي فونكسيون بولينوميال وديك التقاشر كاملين، نحيدو بعد نحيدو بعدا في هذه الحصة هاد العجب، صافي واضح؟ مزيان، اللهم يسر ولا تعسر، غادي ندوز أسيدي لواحد النهاية كانت تعطات في الفرد الأول ديال العام اللي فات، يلا ركز معايا ركز، دائما أحسب. واحد ناقص كوس أس تلاتة ديال إكس علاش على إكس مضروبة في السينوس هادي راه عليها جوج نقط في كوس دو إكس أول حاجة شنو كنديرو كنديرو التعويض المباشر التعويض المباشر يلا نجربو كاع التعويض المباشر نجربو التعويض المباشر راه لتحت كاين الضرب ياك اكس في السينوس في كوس الكوس ديال زيرو كيساوي واحد واحد وست كتساوي واحد بلاتي واحد القضية بغيت نشير ليها دائما في هاد البداية ديال العام راه كنشرحو هادو هاد الحوايج واخا هما بسط مثلا عندي كوس وست تلاتة اولا السينوس وست تلاتة اولا طونجونت وست تلاتة بهاد الشكل راه كتعني بحال هكا باش ما تمشيوش غلط كتعني هاد الكتابة راه هي هاد الكتابة يعني بحال قلتي كوست ديال زيرو هي واحد واحد جوج ثلاثه هي واحد كان دي كوست ثلاثه كنديروها بين بيناتهم داكشي علاش المهم عقلوا عليها مزيان ملي لقيت فورما ديتيرميني اللي هي زيرو على زيرو حيت الفوق غادي يعطيك زيرو والتحت غادي يعطيك زيرو غير من هنا غادي نعرف واش هادشي كامل غادي يعطيك زيرو زيرو في زيرو في واحد اللي هي زيرو زيرو على زيرو شكلها راه محمد اذا خصني نفك راسي باش نفك راسي كاينه تما واحد اس ثلاثه وحنا الخاصيه اللي عندنا الخاصيه اللي عندنا ما فيهاش الكوس ثلاثة 3 فيها واحد ناقص كوس اذا هاد اس 3 خصني نحيد بابا كيفاش غادي نحيد بابا غادي نحيدوها بواحد الحاجه اللي كنا شرحنا في البدايه ديال الحصص ايدونتيتي غوماركابل المتطابقات الهامه ملي نشوف إلى باقي الا إيه باقي احتفظت بديك الورقه ديال المتطابقات الهامه لا ما عنديش انا كنت لحتها درناه واحد دوك الورق غادي ن... ماشي مشكل غادي نديرو ليها التذكير نديرو على التذكير هاد الخاصية ولا هاد القاعدة عطيتها لكم كنت عطيتكم أسيدي بأن أ أس ثلاثة ناقص ب أس ثلاثة شحال كيساوي كتساوي أ ناقص ب عامل لآ أ اثنان زائد أ ب زائد ب أس ثلاثة أولا ب أس اثنان يلا اللي عقل عليه طبي سانك سانك اللي فهم أولا ف... اللي تفكر هاد المتتابقة الهامة أ أس ثلاثة ناقص ب أس ثلاثة كتعطينا هادي ايطابي 5 باش باشاش باش باش, في ديك الاولى علاش حيت هذيك الاولى راه بحال الا عندك واحد 3 كوس اس 3 وملي غادي نكتبها بهذا الشكل غادي تحيد لي داك فوق القوس وغادي نخدم الخاصيه على خاطري يلا اللي فهم عفاك اللي فهمت شي اللي في الورقه باش نطبقها مباشره هذه راه قاعده في ف... 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 المتطابقات العامه ما عندكش باقي مبرر تقول لي المتطابقات العامه المتطابقات العامه شنو قلت لكم يا يعني قلت لك اللي اللي ما عقلش عليها والله تنطهر اللي باقي ما عقلش على ده... هذه المتطابقات العامه درناهم كاملين سير ارجع للحصه هيد بسم الله يلا نكملوا على هذا هذا الليميت هذاك قلم نكمل عليها اكس طون زيرو المقام ما غاديش نمسو ما فيه لا الاس لا والو خليه الفوق نقدوه ليه واش نقدوه شحال غادي تعطيك انا ناقص بي واحد ناقص كوس عامل ا آه اوس 2 زعما واحد اوس 2 اللي هي يعني واحد زائد ا في بي. آه بي هي واحد بي هي يعني واحد في القص هي قوس نيت بلا ما نديرو واحد في بوجادي زائد بي اوس يعني قوس اوس وانا درت المتطابقه الهامه قدامكم هذه واحد اوس 3 هذه قوس اوس وكتبدا وكتحط كل حاجه بلاصتها حيد حيد بالك دابا شنو غادي نديرو الاخوان كتبان لي هاد القضيه خاصها في المقام اكس اس 2 باش تولي قاعده خاصها في المقام اكس اس 2 باش تولي قاعده باش تولي اكس اس 2 خصني شنو ركز معايا بلاتي نعاودو بعد هادي ايلي ايلي انا عاود كل عاد نقول لكم شنو غادي ندير ست اه بلاتي خاصني في المقام ديال هادي اكس اس 2 باش تولي اكس اس 2 ها هي ولات اكس اس فعلا ولات اكس اس يعني بحال الا ضربت المقام في اكس حتى الفوق خصني نضربو في اكس راه بحال الا قلتي ضربت هنا في اكس ضربت هنا في اكس وضربت هنا في اكس اذا سي نورمال اكس في اكس هي اكس اس 2 داكشي علاش كتبتها اكس اس 2 صافي واضحه الاخوان مزيان نبدلو الاماكن كيفاش غادي نبدلو الاماكن هاد القوس غنعطيه هادي وهاد اكس نجيبوه الفوق ديال السينوس باش حتى هي تولي خاصيه سهله انا بدل الاماكن واحد ناقص كوس ها اكس اس 2 ديالها خليها وهاد اكس نجيبوه لهنا الفوق ديال السينوس هاني خرجت القواعد وداكشي الاخر اللي بقى ليا غادي نكتبوه واحد زائد كوس زائد داك كوس سوس اتنين علاش على هاد قوس؟ هادو لي بقاو ليا هادو بطبيعة الحال ماشي قواعد المهم نشوفو كل حاجة الاخوان شحال كتساوي وديك الساعة نشو نديرو آه الريزولطا الاخيرة هادي شحال واحد على جوج باينة هادي شحال هادي كتساوي واحد باينة وهادي غادي نديرو التعويض المباشر الا إيه عطاتني بالتعويض المباشر مزيان ما عطاتنيش ندير شي طريقه يعني راه عطاتك شكل غير محدد حنا كنعرفوا بان كوست ديال زيرو هي واحد كوست ديال زيرو هي واحد واحد والاستثناء هي واحد كوست ديال زيرو هي واحد يعني هذه ما غتعطيك ديريكت آه... ماشي قاعده ما وكت... والو كاينه بالتعويض المباشر واحد زيد عليها واحد زيد عليها واحد هي ثلاثة في البسط على واحد في المقام شحال غادي تساوي النتيجه الاخيره واحد على جوج نضربها في واحد نضربها في ثلاثة بمعنى ثلاثة على جوج ثلاثة على لا طب يلا اللي فهم ايطابي راه شويه بشويه صافي أه كتساوي ثلاثة على جوج ثلاثة على جوج هي هذيك حيت واحد على جوج مضروبه في واحد مضروبه في ثلاثة على واحد ديرها في الآلة الحاسبة ما ماشي مشكل بدي ديال العام غير خويا دير الآلة الحاسبة واحد فواحد حسبها بالآلة الحاسبة المهم خصك تعلم في البداية ديال العام ديال التعلم نمشيو لمثال آخر مثال آخر غادي نخليكم نتوما تعطيوني الجواب ديالو يعني نشوف عاود واش واش فهمتو ولا ما فهمتوش عندك سيدي ليميت اكس طون فير زيرو اكس سي اثنان هذا راه ساهل هذا دابا كنعطيكم الامثله اللي كاينين في الفروض ياك هادو دابا اللي كندير دابا راه ديال الفروض هادشي دي اللي غادي تلقاه في الفرض يلا يلا الاخوه بالعين المجرده شحال كتساوي اللي بغى يجاوب عاوتاني ثاني علاش كلا رساله صوتيه ولكن بالزربه غنشوف الى صيفطتو الاجابات ديالكم والله اسمح لك استاذك الي مين سوف تكون واحد على تسعه واحد على تسعود ممكن اخر اجابه أه كتساوي واحد لا حلو لك وتقولي لا حلو لا حلو لك تسعود ممكن ممكن تعطينا انا كيبان لي غادي تعطينا على كما قلت لكم راه كتقرا غير بالعين المجرده انا يعني دابا كنشوف كنشوف الليميت كنعرف داك اس 2 غادي تعطيك غالبا غادي تعطيك على غالبا غالبا غادي تعطيك واحد على يلا نشوف واش غادي تعطينا فعلا واحد على ولا لا <applause> تسمحوا لي الاخوه يلا الا رجعت كنت خرج آه قلنا غادي نديروا الاجابه يلا شوفوا معايا شوفوا معايا طبيعي الحال القواعد راه ضروري خصني نذكرهم اولا نتفكرهم اذا لدينا لدينا ماذا لدينا هذيك الليميت ا كتساوي اكس طون زيرو على ياش على ديال ثلاثة اكس ايوا اخويا كتبان ليا اوس الفوق اوس لتحت سي نورمال غادي نوحد ليهم داك اس اثنان حشومة تفكر شنو غادير صافي غادي نوحد داك يعني غادي تعطيك اكس لكل ها هاد اكس هاد الوسط ديال السينوس اذا إيه خصني نضرب الفوق في 3 ونقسم عاوتاني على 3 باش يكون داكشي اللي كاين الوسط ديال, ديال لي ما اللي الفوق باش تعطيك واحد هادي دابا واحد ولكن الا ما على عندك خطا هيك شي راه كيضرب في واحد كيضرب في ثلاثه اي ولكن راه كاين ثلاثه اذا شحال غادي يساوي هاد القشره الاخوان شحال الا إيه بغينا بغينا نقدوها مزيان غادي نديرو بحال هكا نفرق عليهم داك داك الاس غادي ندير واحد على ثلاثه لكل اس اثنان مضروب في ديك الاخرى غادي نعطيها الاس ديالها كل حاجه عطيتها الاس ماشي مشكله سيدي نشرحوها انت من ملي كنتي في التحضير في السابعه والثامنه قال لك الاستاذ راه عندك ا آه في بي. يقول أس ان راه من حقك دير ا آه اس ان مضروبه في بي اس ان نفس الفكره اللي درت يا ثلاثه كاينه في المقام بحال قلتي واحد على ثلاثه عطيتها الاس ديالها وديك الاخرى عطيتها الاس ديالها باش زعما نتوما تبان لكم النتيجه ما ممكن دير النتيجه من تما اذا شحال كتساوي هذه كتساوي واحد على 9 وهذه اللي الوسط كتساوي واحد وحنا كنعرفوا بان واحد اوس 2 هي واحد واحد على هي واحد على 9 اذا النتيجه الاخيره 1 على 9 نفهم هاد القشره الاخوان ايتابي 5 5 باش ندوزو لحاجه اخرى يلا يلا الاخوان صافي كلشي مفهوم نديرو جوج امثله مازال مثال اخر دائما احسب النهايه التالية اكس طونفير كما قلت لكم راه هادشي دابا اللي كندير راه ديال الفروض ديال الفروض يعني ماشي تمارين عادية سينوس زائد سينوس جوج اكس زائد سينوس تلاتة اكس علاش على سينوس ربعة اكس زائد سينس خمسة إكس زائد سينس ستة إكس في النظر ديالكم شنا هي الفكرة اللي غادي نديرو بعدا راه كاين شكل غير محدد غادي تعطيك زيرو على زيرو التعويض المباشر الفوق زيرو زائد زيرو زائد زيرو هي زيرو زيرو زائد زيرو زائد زيرو هي زيرو إذا شكل غير محمد إذا ضروري خصنا نديرو شي طريقة أشنا هي أول فكرة غادي طيح لكم في بالكم نديروها الإخوان في النظر ديالكم شنو غادي دير أنت نهار الفرد ملي غادي تحط لك هادي يلا كلشي ركز معايا فك أه وخا. الفكره الفكره احسن فكره هي انه نقسم الفوق على اكس ونقسم لتحت على اكس واخا هاد اكس بوحدها ما كافياش ولكن نديرو بعدا نقسمو على اكس شي وحدين اللي ما غاديش يفهموا ركز معايا مثلا عندي ا على بي من حقي نقسم هاد ا على او e ولكن حتى حتلب حتى بنقسمو على او هذه هي الفكره اللي غادي ندير يعني هذاك البسط كامل وغادي نقسمو على اكس وهذا المقام كامل وغادي نقسمو على اكس من حقي ها هي القاعده اي حاجه قسمتيها على الفوق خصك تقسمها على التحت اول كسر الكبير سينيس سينيس الحمد لله سينيس غنقسمو على ياش على اكس قلت لكم غادي تقسمو دابا غير على اكس حتى داك اللي تحت سينس سينيس سينيس, سينيس. حتى هو سيدي غادي نقسمو على اكس بحال اللي ما زدنا والو هاد اكس مع اكس غتختزل صافي مشات دابا عندي واحد الخاصيه اخرى اولا واحد الحاجه اخرى شفتوها في الاعدادي مثلا عندي ا زائد بي زائد سي الكل على او شحال كتساوي كتساوي ا على او بي على او سي على او يعني كل حاجه كتعطيها المقام ديالها يعني هذه المقام ديالها هذه المقام ديالها حتى هذه الشيء اللي غادي ندير بالضبط كتبان في الاول صعيبه باقي الحمد لله باقا صعيبه ها آه غادي نعطيها اكس ديالها المقام ديالها زعما زائد ديك الاخرى حتى هي نعطيها اكس ديالها فرقت عليهم المقامات شفتيها نفس الشيء بالنسبه لذاك المقام نفس الشيء بالنسبه لذاك المقام بلاتي باش ندير هذا بالصفر باش يبان لكم داك الكسر الاصلي كل حاجه المقام ديرا. ها ها علاش لو سيور ها علاش لو سيور دابا غادي ناخذو ديك الورقه ديال القواعد مره كندوي على هذه بحال هذه مثلا كتساوي هذه ولكن هذه لا خص تكون سينس ا آه اكس على ا آه اكس عندك السينس ديال جوج اكس على على آه اكس خصني نضرب ونقسم على جوج نفس الشيء خصني نضرب ونقسم على ثلاثة نفس الشيء خصني نضرب ونقسم على أربعة خصني نضرب ونقسم على خمسة خصني نضرب ونقسم على ستة علاش باش تخرج من هذه اللي غادي تعطيك واحد هذه راه خاصي اصلا هذه خاصها جوج حدا اكس ولكن انا خصني ندير في جوج هذه خاصها ثلاثة حدا اكس ولكن انا خصني ندير ثلاثة هذه خاصها اربعة حدا اكس ولكن انا خصني دل... نضرب في اربعة هذه خاصها خمسة حدا اكس ها هي دابا خاصية هذه كتسوعد ولكن داك خمسة ما تنساش هذه خاصها ستة حدا اكس ولكن نضرب انا في ستة يلاه سير اخويا حسب لي كل حاجة بوحدها واعطيني شحال كيساوي هاد القشرة هذا لكن ندير واحد الكسر نبداو بالاولى هادي شحال كتساوي واحد خاصية في الدرس زائد ايه. هادي كتساوي واحد واحد في جوج هي جوج هادي كتساوي واحد حيت خاصية في الدرس واحد في ثلاثة هي ثلاثة هادي كتساوي واحد اذا غادي تعطيك ربعة الاخرى خمسة الاخرى ستة راه باين دابا الحساب الفوق غادي تعطيك اسيدي ستة ها خمسطاش ياك ستة على خمسطاش الى قسمين على تلاتة جوج على خمسة جوج على خمسة شوفوا الاخوان واش الحساب هو هذاك حيت انا كسول في الحساب حسب الدبر معايا يكون صحيح ولا غلط شغلك لقيت ستة على 15 الاختزال هي 2 على خمسة شوفوا لعفاكم واش النتيجه صحيحه <applause> هي هذيك فشحال قبل ما نجاوب لا لا والو و جاتكم صعيبه يلا انتبه انتبه الجذر اي عرفت راه باقي غادي نخدموا على الجذور راه الحصه المقبله ان شاء الله غادي نخدموا على جميع الانواع اللي فيهم الجذر اللي فيهم اللي ما فيهمش الجذر ركز معايا حنا كنعرفوا خاصيه هذه الخاصيه الخصية... الخصية هاد الخاصيه هذه تقريبا تقريبا كتشبه لي مع هذه شنو هو الفرق بيناتهم اشنو هو الفرق بيناتهم الفرق بيناتهم سيدي هو ان هذه فيها الجذر وهذه ما فيهاش الجذر هذه كتساوي على جوج ولكن هذه ما كتساويش واحد على جوج خصنا نحيدو داك الجذر خصنا نحيدوه كيفاش غادي تحيد الجذر كيفاش كيتحيد الجذر مثلا نفترض عندي واحد الجذر ديال واحد من صحاب ستة كيفاش غادي نحيدو داك الجذر سي نورمال خص تكون أوس فوق منو يعني أوس خص تكون فوق هاد الجذر باش يتحيد اذا غادي نفكر شنو غادي نفكر شنو غادي نفكر واحد المتتابقه الهامه درتها معكم داك النهار عندك سيدي ا ناقص ب الى ضربناها في ا زائد ب شحال كتساوي كتساوي ا اوس 2 زائد اوس 2 اولا ناقص ب 2 واضح هذه درناها في الحصه فاش عطيتكم ايدونتيتي روماركابل اذا هذا الفوق هذا خاص هو هذا أ ناقص ب خاصني نضربو في أ زائد ب باش يولي ليا أ أس ناقص ب أس أ أس ناقص ب أس اثنان نكمل عليها أ ناقص ب ونضرب في داك هذا يلا نتابع نتابع. غنضرب في هذا ا زائد بي كيتسمى المرافق الكونجيغي هادشي كلشي غادي نتعمقوا فيه في الحصه المقبله المرافق وكذا اذا خصني نضرب في ا زائد بي وفي الرياضيات كنعرفوا بانه ملي كضرب البسط في شي حاجه حتى المقام خصك تضربها في نفس الحاجه ديجا عندك اكس اس 2 وغادي نضربوها في داك المرافق يعني انت ملي ضربتي الفوق في داك المرافق قسمنا عليها و راه بلون مختلف باش يبان لكم واضحه الاخوان علاش يعني بالضبط ضربت في هذه باش تعطيك ا اس 2 ناقص بي اس 2 يلاه دابا كد ليا داك داك البسط هذاك البسط غادي تعطيك واحد اس 2 ناقص داك الجذر أس أه أو المقام كيبقى ما تمسوش هاي تانية أه نحيدو علينا داك الجذر واضح الاخوان واحد اس اثنان هي نيت واحد ايوا الجذر مع اس اثنان غادي تساوي كوس ها علاش لو سيور علاش قلت لكم ضربوا في المرافق علاش باش تكون عندي اس اثنان فوق داك الجذر اللي كنت ليه بي اس ويمشي في حالته صافي دابا غادي هاد واحد ناقص كوس خاصها اكس اس غادي نجرها بحال هكا نقدوها بحال هكا نجيبو لتحت ديال هاد إكس أوس اثنان هذا هاد الفوق عطيتو إكس أوس اثنان هذا غيبقى ليا بوحدو إلى بقى بوحدو سي نورمال غادي يكون في المقام أو، ولكن شنو غادي يكون الفوق ديالو سي نورمال غادي يكون واحد راه قلت لكم سابقا إلى جريتي هذا مثلا ليه راه الفوق ديالو غادي يكون واحد يعني ماشي نخليه خاوي لا كيكون واحد حيت هذا مضروبه في واحد كتعطيك هذه بحال قلتي جريتي هذا وبقى لك واحد وبيناتهم بطبيعه الحال الضرب اذا شكون غادي يعطينا النتيجه النهائيه هذه راه عندها النتيجه النهائيه اعطيوها لينا في الكومونتير الاخوان باش نكتبها هنا واخا ما عنديش تما البلاصه اولا ندور الورقه ماشي مشكل اعطيونا نتوما النتيجه النهائيه عافكم. يلا 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 بالزربه بالزربه هذا اخر مثال في هذه الحصه ما شاء الله تبارك الله تبارك الله يلا قبل ما نساليو الحصه ونذكروا عاوتاني الطريقه ديال الاشتراك في المسابقه ديال العرض وملي كنقولوا العرض راه الخدمه يوميا خدمه يوميا اول حصه غادي تبدا في العرض نهار واحد في شهر تسوت اللي اتفقنا مع مع التلاميذ اللي يدخلوا العرض اتفقنا كاملين بانه نهار واحد غادي تكون اول حصه يعني اللي بغى يدخل العرض يدخل من الديبار باش عليه أو كان ما عليه لي فيديو اولا الحصص المباشره حيت كنديروا حصص مباشره يوميا وملي حيت كاين بعد التلاميذ مثلا ما كيدخل حتى لشهر 12 ولا شي حاجه وملي كيدخل كيلقى بزاف ديال لي لايف بزاف ديال لي فيديو ديال لي لايف لي لايف كيبقاو كي مسجلين ولكن غير كيكونوا كي كثار يلا ركزوا معايا ركزوا معايا تمرين للبحث هذا غادي نديرو ليه التصحيح في البداية ديال الحصة المقبلة غادي تحسبوا هاد الليميت اكس طونفير بي على جوج بلس هذه حاله واحد الحاله خاصه المهم راه سهله ولكن كي غادي تجي صعيبه واحد ناقص كوس على كوس ها الاولى النهايه الثانيه عند زيرو ديال سينوس ديال السينيس على السينيس سهلة سهلة واخا كتبان صعيبة سهلة وآخر حاجة هي هاد الليميت حاولوا تضربوا معاهم الإخوان هاد الليلة حيت الحصة راه بعد غدا أولا تضربوا معاهم غدا ضروري واللي دار المحاولة ديالو يمكن ليه يصيفط لينا المحاولة ديالو على أس صافي كاينه الاولى حاول تعاون تعاون انت و... وشي صاحبك قول لي اجي نخدموا هاد هاد النهايات ها راه الاستاذ راه دار القواعد ضارب معاهم اخويا والحصه المقبله راه غادي نبداو بهم غادي نبدا بهم بيوم... هما الاولين غندير لهم التصحيح باش كلشي يعرف كيفاش كنتعاملوا مع هاد الثلاثه هادو صافي مزيان اذا اللي فهم ايطابي سانك سانك وشكرا على التتبع ديالكم القانون ديال المسابقه هو انك طاقي ثلاثه من صحابك وتحط قشر في لي كومونتير ماشي هنا ماشي في هذا اللايف في التسجيل ديال هذا اللايف اللي غيتنشر بعد قليل في البروفيل ديال الانستغرام حيت كاين اللي اللي كي كيحط قشر وما كيطاقيش ثلاثه ديال صحابو كيتختار وما كيتعتبرش وما كيتقبلش انه يكون فائز او كاين اللي كيطاقي ثلاثه من صحابو وما كيحطش قشر في لي كومونتير وما كيتعتبرش من بين الفائزين اذا الشرط خصك ديرهم بجوج تحط قشر وفي نفس الوقت طاقي ثلاثه من صحابك ولا يفق الجميع غدا في الليل غادي نعلن على جوج فائزين والى اللقاء <applause>